ورحت امريكا دراسه هناك سنه، وبعد رحنا درسنا سنه بس لعبت، فديتك لعب هناك لعبت يعني ما كانتش التوب ليفل اللي هي اللي كانت اقوى حاجه يعني، كنت ساعتها لسه صغيرين فكناش بنلعب في المستوى القوي يعني. طب انا عايزك تقول الو بس بصوت عالي كده. الو، قول. ما هو اسمعك. الو، ايوه الو، ايوه معانا طبعا. ما ينفعش يبقى بيبو معانا وما نجيبش عمرو زهران اخوه اللي في الدرجه الاولى، ما ينفعش، لازم احنا بنطلع بالعيله كلها. ازيك يا عمرو؟ ازيك يا شاور حاج؟ طبعا بقول لك مبروك على ماتش الزمالك، اديت اداء كويس ويعني ما شاء الله عليك، انت بتثبت نفسك يوم بعد يوم. يعني كلمني عن ماتش الزمالك، انت كنت سعيد بالمباراه؟ كنت فرحان؟ عملت ايه؟ كنت على البنش ووقت التاتا بونت عملت ايه؟ الصراحه هو التكتيك كان مش كده يعني، الكره مش تيجي المهيب، بس هو يعني حظ المهيب ما شاء الله يعني، كل ماتش الزمالك هو اللي بيجيب القضيه ما شاء الله. ما شاء الله. بس يعني الحمد لله صراحه كان شعور ما حدش عايز بيه الصراحه يعني. صحيح. لا غير اللي في الملعب الصراحه يعني، بس موجود يعني. طب قول لي يا عمرو، انت من اللعيبه اللي بتنزل تمسك الاجانب، يعني مستر اجوستي دايما بيدي لك مهمه الدفاع على اللاعبين المحترفين في الفرق الثانيه، ودي مهمه صعبه لان انت بتصطدم باكتر لعيبه يعني مهارات في الفرق الثانيه. اي اعلى لعيبه في الدوري المصري. صحيح. انت سعيد انت سعيد بالمهمه دي يا عمرو؟ الصراحه سعيد الصراحه، باجي انزل امسك محترف بيكون مثلا بيجيب كل ماتش افريج 30 بوينت كل ماتش، وانا نزلت خليته يجيب 15 مثلا 20، فده مجهود يعني، ساعدت الفرقه اكتر حتى لو انا مش متواجد، بس ساعدت الفرقه في الديفنس. صحيح. لا وبتجيب كمان يعني ما شاء الله، انت يعني عندك شوطه وعندك دخله، ويمكن انت بتفتكر السنه اللي فاتت انا قابلتك هنا في القناه وقلت لك خلي قلت لك ايه تفتكر؟ قلت انت الدور الجاي السنه الجايه تبقى في محترفين كتير لازم تاخد بالك مرة. وقلت لك ان عاجبني فيك ان انت قلبك يعني زي ما بيقولوا بلغه الرياضه قلبك ميت. في قلب الاسد. قلت لك قلب الاسد، برافو عليك. عجبني لان انت بصراحه ما بتخافش، وكنت لما بتنزل بتمسك لعيب اكبر منك مش قلقان، وبتجي لك فوق شوطه فاضي بتشوطها ما انتش قلقان يعني. يمكن انت في مباراه نفس الكره دي حطيتها في مباراه الاتحاد الاسكندري. برضو كنت مجهود كل حاجه، بس برضو كنت على اللاين، كنت اجوستي هو اللي مديني الثقه يعني، هو مديني الثقه يعني، خلينا كل واحد يلعب براحته. صحيح. محدش اصلا في الديفنس يعني. طب عمرو، انت شايف ان انت محظوظ ان انت يعني في بدايه لعبك في الدرجه الاولى او اول ما تصعدت درجه اولى او طلعت رسمي درجه اولى كان مستر اجوستي موجود؟ كده محظوظ صراحه، انا اتمرن مع مدرب مختلف في دماغ ثانيه غير المدربين المصريين كلهم، تكتيك مختلف، بس برده كابتن اشرف توفيق كان له دور مهم برده، كان صعدني قبل كده في ماتش سبورتنج كذا ماتش السنه اللي فاتت مع فريق التيم، حتى لو بتمرن بس، فبرده كابتن اشرف ليه فضل عليا طبعا، هو اول مدرب صعدك كابتن اشرف توفيق طبعا. الحقيقه صراحه طبعا هو ليه فضل عليك كبير. الحقيقه صحيح. طب قول لي يعني انت دايما نصايحك لبيبو ايه بامانه؟ ما فيش حد سمعنا، احنا ما فيش حد سمعنا ولا حاجه، بتنصح دايما بيبو تقول له ايه؟ انا بقول له يعني يعمل اللي عليه في الديفنس، حتى لو مش موافق في الاوفنس لازم يساعد فرقته في الديفنس ترى، عشان ما فيش حد بيكونش موافق في الديفنس. نعم. لما عادي ممكن يبقى داي اوف في الاوفنس، ما في الديفنس لازم تلعب راجل على الاقل. يعني انت دايما بتوجهه في الناحيه الدفاعيه. دي حقيقه، بتوجه في كلامك. لا ما تقلقش هيسمع الكلام، هو نفسه من دلوقتي قال ان هو بيهتم بالناحيه الدفاعيه، وشايف ان الدفاع مهم جدا ان هو يبقى اللاعب، وده بيني وبينك الباسكت هو الدفاع يعني، عشان تبقى عارف يا عمرو، وده اللي مميزك ان انت راجل بتدافع وبتهاجم، وطبعا يعني زي ما بيقولوا باسكت بول از ديفنس. طب خلينا اتكلم معاك يا عمرو، انت ليك مثل اعلى يا عمرو، مين مثلك الاعلى؟ طبعا كابتن علاء زهران طبعا، والدي. مين كابتن علاء زهران؟ والدي يعني. حبيبي انا عارف طبعا نجمنا الكبير كابتن علاء زهران، طبعا نجم مصر، وانا شرفت اني لعبت معاه سنين كبيره، وعلى فكره انا خدت من باباك تيشرت ده منين بقى؟ ايوه ايوه، قال لك في منتخب مصر، كان هو بطل وكان بيلبس 8، وبعد كده قال لي خدها مني انت هيثم، انت اكتر واحد يعني او اكتر واحد انا يعني نفسي ياخد الرقم مني، فطبعا يعني والدك كان مثلنا الاعلى كلنا مش انت بس. طب نصيحه وبرده في ايهاب امين برضه، ايهاب امين دي حقيقه. طب حلو ان انت مسك الاعلى بيلعب جنبك. صراحه انا مبسوط جدا انا بلعب جنبه حتى. طب قول لي برضو يعني اكيد يعني مستر اجوستي بيديك نصايح برضو يا عمرو، يعني من وقت للتاني بيتكلم معاك نصايح فرديه، نصايح ليك الفرديه ايه؟ بيقول لي ان يعني هو بصراحه يعني ورايا في حوار الموضوع الشوط ده، يعني هو دايما بيقول لي حسن شوطك حتى لو انت قاعد فاضي، لازم تيجي تشوط كتير تشوط كتير، عشان انت لو يعني الشوطه دي مهمه في الباسكت يعني. صحيح. عشان محدش يكون حافظ لعبك وكده.
يعني هو بيشتغل عايزك تطور الشوطه، وانت الحقيقه ما خذلتوش، انت في اماكن في اوقات كتيره جدا كنت بتخلص. الحمد لله كوتش، بس يعني لسه في شويه برضه. لا ان شاء الله تجيب، ما تقلقش. الشوط ده اسهل حاجه على فكره، تمرين بس. حضرتك كنت سويت يعني ولا يا باشا؟ وانا بقول لك السويت يعني ما اسهل حاجه، انت تقعد تشوط 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 وتمرن نفسك كده، نفسك بقيت شويت بس، الموضوع بسيط جدا. يمكن انت بتتمرن والله اللي انت بتعمله ده الاصعب، ان انت تهاجم وتدافع وتلعب وان وان وتبقى اثليتيك اقوى، ده الاصعب، انما الشوطه مجرد تمرين. عشان كده مستر اجوستي بيقول لك تعالى كل يوم شوط بس، الموضوع بسيط. ان شاء الله ربنا يوفقك باذن الله. وكابتن علاء هنا ولا سافر؟ لا كابتن علاء سافر بره. سافر خلاص، يلا سلم لنا عليه ان شاء الله، ويا رب نشوفكم دايما احسن لعيبه في مصر. شكرا جزيلا.